النهارده في عدد من الانفرادات. اول حاجه النهارده عاوز اتكلم فيها، الناس قعدوا يقولوا لي يا ممكن ابو معاذ شنو بيقعد الزمالك، مش عود الاهلي ليه؟ اشمعنى عود الاهلي؟ وفين عود الاهلي؟ ومش عارف ايه، ربك رزق يا ابني انت وهو يا زملكاوي بعقود الاهلي من عند الله سبحانه وتعالى وتفاصيل العقود وين بيحصلوا على ايه؟ وفوجئت ان احمد فتحي حبيبي ونور عين احسن باك رايت جه في تاريخ النادي الاهلي ومنتخب مصر بعد ابراهيم حسن طبعا. ابراهيم حسن كان ما شاء الله عليه يعني، ولكن هو اصغر واحد لعب ولعب كاس عالم ولعب وعنده 16 سنه منتخب مصر في مباراه فرنسا وحسن عبد الرب مع كابتن محسن صالح ربنا يديله الصحه والعافيه. ففوجئت ان احمد فتحي اقل عقد 3 مليون جنيه. ينفع كده على المختار؟ ما ينفعش كده خالص. 3 مليون جنيه و100 الف. وعقده اصلا 4 مليون. 4 مليون وكام؟ لحظه واحده يا بيه. عقده 4 مليون وبعد الضرايب 3 و100 الف. ولقيت ان في ناس اعلى عقد في النادي الاهلي عشان ما حدش يتكلم 12 مليون جنيه. كابتن حسين الشحات وكابتن رمضان صبحي. كهربا اللي كهرب الدنيا كلها اللي عقده لسه ما اتحطش 9 مليون. سعد سمير والمجموعه 5 مليون. ووليد سليمان وعاشور والمجموعه دي وشريف اكرامه وكده وبتاع. فانا بصراحه تعجبت جدا لعقد كابتن احمد فتحي اللي انا شايف انه لا يتناسب مع قيمته الفنيه والادبيه. في ايه؟ في ايه قول لي؟ سيره احمد فتحي حلوه. امال لو جبنا سيره العبيط اللي يحصل؟ انت حاطط السماعات في ودانك انت شغال في المخابرات القطريه؟ ماشي. ده المهندس بتاعنا حاجه كده جميله يعني، فعمل لي بقى حاجات وافشخانات وكلام من ده، ولسه تشوف تطورات جميله في الفتره اللي جايه بحقيقه يا سيدنا النبي يعني هتفرحوا جامد جدا. ومعانا النهارده الاستاذ مختار نونو والناس اللي فازت بالتيشيرت. فين التيشيرت يا عم؟ تيشيرت محمد صلاح وكره الدوري اللي هات يا عم التيشيرت. وريني التيشيرت اهو تيشيرت. انا هقعد كل مره اوريهم التيشيرت؟ مفيش مره اوريهم الكوره؟ ادي التيشيرت اهو والفائز موجود ودي كره الدوري الانجليزي اهي اهي التيشيرت. الناس هتستلم قدامكم وناس منورانا ومشرفانا وحاضرين معانا لايف، وده اكبر مكسب ليهم. سيبكم من الكوره والتيشيرت ممكن ناخدهم منهم تاني، المهم ان هم بيحضروا وشافوا اللايف على الاقل منورنا والله. لكن اللهم صل على سيدنا النبي. فوجئت جدا بعقود النادي الاهلي وتفاصيلها. والله انا خربت نخربه جامده نخربه جامده لحد ما عرفت. مش عايز اقول لكم يعني دفعت دم قلبي شيات واهاوي لحد ما عرفت التفاصيل دي. فكانت صدمه بالنسبه لي عقد كابتن احمد فتحي. احمد فتحي واحد من الناس اللي قلت ان هو المستشار تركي الشيخ دلعه ومش عارف ايه وعمل له ايه. سالت برضه وتقصيت من طرف معالي المستشار تركي الشيخ، فعلمت وتاكدت ان المساله ما هياش مليون دولار ولا كلام من ده، ومش في اطار ان الاهلي قال له روح وهو هيراضيك، لا ده في اطار هو مجموعه من اللعيبه الراجل بيحبهم والمسائل مش كده خالص ولا مليون دولار ولا اي حاجه. وتاكدت ايضا ان كابتن احمد فتحي حصل نقاش بينه وبين الكابتن محمود الخطيب، وان كابتن محمود الخطيب يعلم ذلك ويثق في ذلك، ويثق اكتر في تضحيه كابتن احمد فتحي في ان هو كان معروض عليه السنه دي من بيراميدز 18 مليون لمده 3 سنين، 18 مليون لمده 3 عقد 3 سنين اللي السنه ب 18 مليون ممدوع عيد قال له خد. ليه بقى؟ لان قبل كده كان ممدوع عيد جايب له عرض من اتحاد جده، لا من اهلي جده يا رب، كان ب 3 مليون دولار كاش لمده موسمين قبل ما يجدد، قبل ما يجدد مع النادي الاهلي في ظل هيصه عبد الله السعيد والاهلي والحكايه والزمالك والكلام ده كله، كان جاي له 3 مليون دولار من اهلي جدة لمدة موسمين، يعني الموسم 1.5 مليون دولار، كان وقتها الدولار عامل له 19 ولا 20، كان ده أمن حياة البنات ودلعهم آخر دلع. أنا بحب بس ساعات إن أنا اقفل إيه الموبايل بتاعك يا بيه، يا بيه اقفل الموبايل يا بيه. ما يخرب بيته اللي طلع كلمة يا بيه. هات موضوع العقود، كل الناس قالت لي إشمعنى عقود لعيبة الزمالك؟ اللي بيسرب بيه جدا، النهاردة العقد اتسرب قعدوا يغروا عليه لحد ما العقد اتسرب للوطن بس وما جاليش، أو جالي بعدها بعد ما اتنشر في الوطن. لكن خليني اقول لكم ان العقود بتاعت لعيبه النادي الاهلي قلت لكم اعلى عقد 12 مليون حسين الشحات ورمضان صبحي، بعد كده كهربا 9، بعد كده 5 و7 في 5 و2 مليون اعلانات لبعض اللاعبين، وبعد كده 3 وبتاع ومش عارف الكلام بالشكل ده. محمود متولي الجديد 7 5 و2، لكن ما فيش 16 مليون زي عواد. ما فيش 16 مليون زي عواد في عقود اللعيبه المصريين. ما فيش عقد من اللعيبه الافارقه مثلا علي معلول مثلا 900 الف دولار،
أزاره 750,000 دولار وهكذا، مفيش العقد اللي هو 1,700,000 يورو زي فرجاني ساسي ولا زي عم شكشك خالد بوطيب 1,300,000 يورو، ده مش موجود، دولار سوري مش موجود. اذا هنا النادي الاهلي على الاقل عامل فئه اولى، فئه ثانيه، فئه ثالثه. لكن في نادي الزمالك المساله بزراميط وفقا للهوى والغرض. محدش يشوف في الدنيا ان كابتن طارق حامد واحد مرشح لافضل لاعب في افريقيا يبقى بياخد 5 وعواد بياخد 16 وعم شكشك بياخد 28 مليون بالمصري وفرجاني ساسي اللي جنبيه بياخد 1,700,000 تجمعهم تعدوا ال 32 مليون وهكذا. فاللي انا بتكلم فيه بما يرضي الله دي العقود، لكن اللي لفت نظري في العقود الظلم الشديد جدا اللي متعرض له كابتن احمد فتحي، ان انا كل شويه كنت عمال اقول ايه ده 5 مليون دولار من تركي آل الشيخ، ده مش عارف كذا، ده مش عارف كذا. لا بامانه ربنا هو اقل عقد في اللعيبه الكبار اللي المفترض يبقى فيها اولى واللي ظلموا في المساله دي كابتن محمد يوسف، كاد العقود وحط هو الارقام. في النادي الاهلي اللعيبه من احترامها للنادي وللكيان يقول لك ادى التوقيع، عارف ان هو مش هيتظلم، بس كابتن محمد يوسف ظلم احمد فتحي. عمله 4 مليون بالضرايب بياخد بعد الضرايب 3 و100. طب هو كان جاي له ايه؟ كان جاي له السنه اللي فاتت في ازمه عبد الله السعيد كان جاي له اهلي جده ب 3 مليون دولار لمده موسمين. 3 مليون دولار لمده موسمين قبل ما يجدد للاهلي وقبل ما يعمل وقبل ما يسوي، لكن احتراما لكابتن محمود الخطيب وتقديرا للاهلي وجماهيره وقع وباع الدنيا، ساب العقد لمحمد يوسف فرما. طيب ده بالنسبه لعقود لعيبه النادي الاهلي. هقول لكم على حاجه ثانيه تعرض لها احمد فتحي عشان بس يبقى كلامه واضح. احمد فتحي كان جاي له اعلان من خلال مدير اعماله اظن حازم الحديدي، لانه وكيل نادي الشباب مدير اعماله حازم الحديدي، وحازم الحديدي ده تلاقيه وكيل اعمال كل لعيبه النادي الاهلي والكريمه بتاعت الكره المصريه بصفه عامه سواء محترفين او في مصر. فجاب له عقد من الاتصالات، العقد ده قيمته 2 مليون جنيه يعني يشارك في اعلان. قال لك لا، اداره النادي قالت له انت ما فيش في عقدك ما يمنعك انك تعمل اعلان الاتصالات، لكن احنا معاويه ولو عملت الاتصالات هتبقى في غرامه على النادي مش على احمد فتحي. احمد فتحي ما رضاش يعمل اعلان، ما رضاش يعمل اعلان رغم ان حقه انه يعمل اعلان وياخد الفلوس ويرد. الاهلي دلوقتي كان وعده باعلانات، دلوقتي بيحاول يعوضه لانه عارف انه اتظلم على يقين ان عقد احمد فتحي ظلم له. زمايله الكبار اللي في الفرقه الثلاثي وليد سليمان شريف اكرام حسام عاشور 5 مليون. البعض بيقول ان هم جالهم حاجه اعلانات، 2 اعلانات في الموسم الثاني احمد فتحي ما جالوش بحجه ان تركي آل الشيخ اداله 1,000,000 دولار، حد مقرب منه اقسم اللي باغلظ الايمان ان ده الكلام ده مش صحيح، وان اللي خده من تركي آل الشيخ هديه ممكن تبقى ماليه، نظير ان هو واحمد وعبد الله السعيد ما سافروش ماتش الشباب في السعوديه. ما سافروش اللي هو اتسافر فؤاد انور، ما سافروش، فكان في هديه تقدير كده كومبليمون من مشرف تركي آل الشيخ لكابتن احمد. فبالتالي احمد فتحي ضمن، انا لما جيت قلت لكم ان في الرباعي هيجد حسام عاشور وشريف اكرامي واحمد فتحي ووليد سليمان، قلت لكم اللي معطل الدنيا احمد فتحي عشان له فلوس عند النادي، فلوس اللي له عند النادي هي الوعود بالاعلانات وعقده اللي اتظلم فيه وجاي له دلوقتي عرض من بيراميدز. قلت لكم كام ده الموسم ب 18 مليون لمده 3 سنين ياخد 50% من قيمه الثلاث سنين مقدم. فدي تفاصيل عقود لعيبه النادي الاهلي، اتمنى ان يبقى في تقدير من اداره النادي الاهلي للناس الكبار وخاصه احمد فتحي اللي تعرض الى ظلم شديد في هذا الاطار. هو كان يقدر ان هو يعمل زي عبد الله السعيد ياخد فلوس، لكن هو اشترى النادي الاهلي وجماهيره وهذا امر يجب ان هو يقال احتراما وتقديرا له. بالمناسبه عقد اهلي جده اللي كان جايبه له محمود ممدوح عيد اللي هو دلوقتي ماسك بيراميدز مدير تنفيذي في بيراميدز، كان جايب لنا خفير اجير المعنى، فكان جايب له 3 مليون دولار من اهلي جده. طب دي جزئيه. طب نتكلم عن السعوديه، لازم نتكلم. قلت لكم من 48 ساعه من السبت اللي فات ان فرجاني ساسي جاي له عرض من احد الانديه السعوديه وان مرتضى طالب 5 مليون دولار. النهارده تم تسريب اسم النادي هو نادي الشباب السعودي. ساعتها
حبايبنا واصدقائنا الزملكاويه اللي انت عاوز توقع الفرقه، انت بتقول ان جاي عروض ليه؟ يا ابني ما العرض كل الناس هتعرفه، يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش او بقى ببلاش بعد 48 ساعه. لما ممكن يعمل الانفراد قول له ميرسي شكرا. بالالماني تبقى ايه؟ شليبادش؟ لا شليبادش دي انا بحبك وانا بحبك. فده بالنسبه لفرجاني ساسي اللي جاي له عرض. وطالما برضه بنتكلم على السعوديه لازم نقول لكم خبر حلو. انا الاهلي سنسافر لمواجهه الهلال السعودي باذن الله يوم 13 يناير في اعتزال طارق التاي، بس الموضوع هيبقى فيه تضحيه من معالي الشيخ تركي الشيخ ان الاهلي سافر بطياره خاصه لزيمبابوي هلالي يلعب بلاتونيوم اظن يوم 11، يوم 12 يبقى في السعوديه، يوم 13 يلعب، يرجع يوم 13 بعد الماتش عشان يوم 15 عنده مباراه طنطا، وده في اطار تدعيم الاخوه والمحبه ومجامله كابتن طارق التاي نجم مصر نجم ليبيا ونجم الكرة العربية اللي هو يعني واحد من أصحاب القدرات والمهارات الفردية العالية. لجنة الانضباط خلاص فرج عامر التزم، مرتضى ما التزمش، ما غلظوش العقوبة على مرتضى لكن بلغوا الجهات الأمنية وده أمر مضايق مرتضى. مرتضى عامل مؤتمر يوم الأربعاء اللي جاي زي ما قلت لكم قبل كده إن هو جايب عدد من رؤساء الأندية ومؤتمر صحفي وأوديشن في لجنة عمرو الجناني يقول لهم انتوا مش عارف ايه ومش عارف ايه واي حاجه وغير قانونيه والبدنجان والحاجات دي عشان ايه؟ ضغوط لفتح الاستبدال لانه عاوز ثلاث مقاعد مش مقعد واحد فقط، عاوز ظهير ايمن ولاعب وسط ومهاجم ودي احتياجات مستر باتل سكالتين. المبروك قناه الزمالك هتطلع بس مش هتبقى للشتيمه لانها تحت رعايه اعلام المصريين وكل الناس اللي في اعلام المصريين ناس محترمين جدا جدا جدا. معانا ومعاكم